اهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء. معنا اليوم تغطية سيارة اقتصادية جميلة رهيبة، فيها مساحات شاسعة جدا في الداخلية، تويوتا فيلوز 2023. السيارة هذه أنا سميتها السيارة العائلية الاقتصادية وبجدارة. ليه؟ لأنها أول حاجة ثلاثة صفوف، ثاني شيء من شركة تويوتا القوية والوكيل المعروف اللي هو وكيل عبد اللطيف جميل، الشيء الثالث مكيف أمامي مكيف خلفي، والشيء الرابع والأهم المساحات الداخلية اللي موجودة في السيارة والشواحن الموجودة والذكية. كل هذا حنشرحه إن شاء الله خلال مقطع اليوم مع تويوتا فيلوز. حتنبسط وحتصير أنت الاقتصادي الأول وحتوفر لك فلوسك. حنتكلم اليوم معاكم من نقطة القوة الخاصة بالتويوتا فيلوز، فنلاحظ أن فتحة تانك البنزين موجودة في الجانب الأيسر، وسعة خزان الوقود 43 لتر، والوقود المستخدم 91، ولتر الوقود الواحد يمشيك 19.3 وهو ما صنف بممتاز بلس. والآن السيارة فاضية ما فيها بنزين، حنعبيها بنزين ونشوف بكم الفل حقها. شوفوا النطاق اللي قدام في نص الشاشة الآن يقول لك أن البنزين الموجود يمشينا 26 كيلو. عبيناها فل الان بنزين 91 ب 78 ريال، سعر اللتر 2.18. اللي عبيناه تقريبا 35 لتر، وشوف كم مشينا 531 كيلو. طبعا احنا ما نعتمد على هذا الرقم لانه ممكن يزيد او ممكن يقل بناء على استخدامك للسياره، هل هي داخل مدينه او في خطوط طويله وسريعه. الدخول الذكي موجود في السياره، وفتح واغلاق المرايه مع فتح واغلاق السياره، وفيها اشاره ايضا، ونلاحظ انه خط الكروم من البداية الى نهاية السيارة اللي يعطيها شكل جميل جدا. ولاحظوا معايا الدقة في الانحناءات اللي موجودة في الابواب وجوانب السيارة تعطيها شكل جميل جدا، بالاضافة الى الجنط الجميل هذا. شوف كيف شكله، جنط مكحل وعليه اضافات باللون الاسود والكروم المطفي. وعموما الجنط هذا او الكفر مقاسه 255 وكبر الجنط 17 انش. واهتموا بموضوع الكفرات فركبوا لك كفرات برجستون ذات الامان العالي، دعسة الجميلة هذه. طيب نتكلم ايضا انه كلمة فيلوز موجودة في الشمعات الامامية مع الاضاءات الفول ال دي، اما الاضاءات الكشافات فهي اضاءات من نوع الهالوجين. بس الشيء الجميل انه حتى وهي سيارة اقتصادية ما اعدموا موضوع الجمال فيها، فاضافوا الكروم هنا، والكروم صار ممتد من الخلف إلى الأمام، وأيضا عندنا لاحظ الشبكة الكبير اللي يجمل السيارة ويحليها، وعلامة تويوتا موجودة في الجانب أو في منتصف الشبك. وشوفوا عندنا الديفيوزر الأمامي اللي فيه فتحات كثير تساعد على تبريد المحرك. وبالنسبة للمحرك تعالوا نتكلم عليه. بعد ما فتحنا كبوت السيارة نلاحظ أنه المحرك موجود هنا، 4 سلندر يولد 104 حصان و 138 نيوتن متر من العزم. وهذا المحرك الكتكوت الجميل الاقتصادي مرتبط بجير بوكس من 7 سرعات، عموما هو CVT، يعني لو حطيته على المانوال يمشيك كأنك ماشي ب7 سرعات. الشكل الجميل هذا الاقتصادي هو سبب انخفاض سعر السيارة هذه. أبا أصدمكم بالسعر، تخيل أنه السيارة الفيلوز هذه العائلية اللي فيها كل المواصفات هذه، وحتشوفوا المواصفات الزيادة، سعرها أقل من 81 ألف ريال بضريبة القيم المضافة، نتكلم على 80 ألف ريال و700 وكسور إلى وقت هذا المقطع. أما بالنسبة للداخلية تفضل معنا. قبل ما نتكلم عن داخلية السيارة خلينا نتكلم عن أطوال وحجام السيارة. نتكلم على طول 4.4 متر، والعرض نتكلم على 1.75 متر، والارتفاع نتكلم على 1.7 متر. وهذا الشيء يجي في بالكم ان والله السيارة صغيرة، السيارة جوا فيها مساحات كبيرة جدا، حنتكلم عليها وحنشوفها. تفضلوا، لكن أول حاجة خلينا نشوف الدخول الذكي. لو جينا نتكلم عن
السيارة. فنتكلم أول شيء عن الباب، نلاحظ أنه فيها كده أشياء جميلة ورسمات جميلة خاصة بالتويوتا فيلوز، ونلاحظ أنه عندنا هذا الجلد وعندنا هنا جلد، وأيضا موجود عندنا كروم الغير لامع هنا وكروم لامع هنا. الشبابيك كلها تنزل آلي، لكن الشباك الخاص بالسائق ينزل بضغطة زر ويطلع بضغطة زر. نتكلم ونرجع ونقول مساحات التخزين في السيارة هذه مساحات عالية جدا، فعندنا مساحة تخزين هنا ومساحة تخزين هنا واثنين مثبتات أكواب. أما بالنسبة لهذا الجانب لاحظوا عندنا هنا مثبت أكواب نقدر نحط فيه قارورة موية مثلا لو حابينها تفضل باردة. إضاءة الضباب الخلفية موجودة هنا، وأيضا عندنا مانع الانزلاق، زر مانع الانزلاق، ولو نسب عليك الكفر ولا حاجة وحاب تسوي إعادة ضبط للكفرات في عندنا نظام التي بي ام اس، من هنا تقدر تسوي إعادة ضبط. وهنا فتحة الكبوت، وهنا عندنا مساحة تخزين صغيرة، وأيضا هنا تقدر تفتح تانكي البنزين، والمقاعد كلها تتحرك مانوال. أما لو جينا نتكلم عن الطارة والأشياء والمميزات الجميلة في السيارة، تعال تفضل. فنلاحظ أن الطارة مكسوة بالجلد وعليها تطريز جميل، ونلاحظ أنه في الجانب الأيسر موجود تقدر تتحكم في الميديا وتقدر تتحكم في المواصفات والمميزات اللي موجودة في الشاشة الأمامية اللي هي شاشة 7 إنش وفيها أشياء جميلة. تقدر أنك أنت تلعب بالتصاميم أو الشكل اللي موجود عندك في الشاشة. مثلا نروح هنا على إعدادات على التصاميم، ونقدر عندنا 4 تصاميم موجودة. مثلا غيرنا التصميم هذا، دعسنا بنزين، نروح على التصميم ثاني مثلا، الظاهر عندنا هذه التصاميم موجودة جدا. طيب نشوف إعدادات العرض، هذه الإعدادات اللي تقدر أنك سواء تبغى تشغلها أو تفصلها عن العمل. أرجع أقدر أرجع هنا وبرجع التصميم الأول اللي كنا عليه اللي هو تصميم رقم 3. طيب نقدر الآن هنا الإضاءات تقدر أنك تستخدمها وتقدر أنك تحطها على وضعية الأوتو، وهذا شيء جميل. وهنا المساحات، وهنا تقدر تتحكم بالدرايف. السيارة فيها 3 وضعيات قيادة. نوع الدرايف هنا تضغط عليه، شوفوا احنا الان على الباور، تقدر تشيل من الباور، صرت الان نورمال، وتقدر تستمر على الضغطة يحولك على وضع الايكو اللي هو اقتصادي اكثر من السيارة اقتصادية. لو جينا نتكلم على الشاشة هذه، لاحظوا ان الشاشة هذه طال عمركم 8 انش وتدعم الابل كار بلاي. ولو شفنا المكيف هذا التكييف محاطة بالكروم، وهنا سر التنبيهي، وهذا البلاك بيانو موجود هنا، التحكم بالتكييف، ستارت انجن، وهذا الحزام حق الباسنجر اللي هو الراكب، وهذه الأحزمة الخلفية. الجير قلنا سي بي تي مكون من 7 سرعات إذا حطيناه على المانوال اللي هو العادي، وهنا عندنا بريك إلكتروني، وموجود أيضا أوتو هولد وشاحن لاسلكي، وكلها محاطة بالكروم الغير لامع. وأيضا وضعوا هنا كلمة فيلوز اللي هي اسم السيارة. لو جينا نتكلم على المراية اللي فوق، لاحظ أنه المراية ما فيها تعتيم آلي، والإضاءات اللي موجودة إضاءات LED، والشماسات ما فيها مرايات ولا تنسحب على الخارج. طيب لو جينا نتكلم أيضا على الإيرباقات والسلامة، السيارة فيها إيرباقات أمامية، إيرباقات جانبية، وإيرباقات أيضا ستائر إلى آخر السيارة. طيب إيش باقينا الآن؟ نتكلم على حاجة جميلة جدا أيضا اللي هو مثبت أكواب موجود هنا يحفظ البرودة الخاصة بالقوارير. عندنا في الأمام 4 مثبتات أكواب، 2 فوق و2 في فتحات التخزين أو اللي موجودة في الجوانب. وبالنسبة للتكاير وسطيا لاحظ أنها موجودة هنا وفيها مخرج 12 فولت تستفيد منه في الشحن أو أي شيء ثاني. زي ما قلت لكم كثر مساحات التخزين الموجودة في السيارة، فنلاحظ هنا عندنا مساحة تخزين أيضا، وفي الجنب الثاني أيضا في مساحة تخزين، وعندنا الإضاءات الليلية موجودة هنا، حصور لكم إياها إن شاء الله في الليل. وهذا في الجانب الخاص من الراكب، لاحظ أن هنا في شاحن سريع USB. موجود عندنا في السقف هنا التحكم في الهواية اللي موجودة هنا، فنلاحظ أنه لو قفلناها كذا الهواء يروح إلى الصف الخلفي، ولو نزلناها من هنا الهواء ينزل هنا. طبعا هذه الهواية هي عبارة عن سحب الهواء اللي موجود داخل المقصورة، لو كان هواء بارد حط لك هواء بارد.
أما بالنسبة للسيارة عندنا هنا إضاءة LED وعندنا موجود فتحات تخزين كثيرة جدا. هنا تقدر تحط جوال، تقدر تحط أي حاجة موجودة هنا، وتقدر تحط أيضا وتستخدم أي شيء تقدر أنك تخزنه هنا. ولاحظ عندنا التكاية هذه اللي موجودة، أما لو كان في أحد يركب في النص تقدر ترفعها وتستفيد منها ككرسي. طيب إيش في عندنا مواصفات هنا؟ نقدر نستخدم هذا ككب هولدر خاص باللي يجلس هنا في النص، وعندنا 2 شواحن سريعة ذكية، هذه موجودة هنا تايب سي طبعا. وعندنا هنا لاحظ مثبتات أكواب خاصة بالركاب، واحد هنا واحد هنا، ومساحات تخزين وأيضا موجودة هنا. فسيارة عبارة عن سيارة عائلية تصلح للعائلة، تصلح للسائق مثلا، تصلح لأم معها عيالها توصلهم، تصلح لأي شخص يدور على اقتصادية عائلية واسم وكيل عريق مثل عبد اللطيف جميل أو تويوتا. ولا ننسى أيضا نظام الايزوفيكس موجود في السيارة اللي هو مثبتات كراسي الأطفال. أما لو حبينا نطلع للصف الثالث أو المقاعد الخلفية بكل بساطة وسهولة، اطلع من هنا، في تحرك ترفع معاك للآخر، تدخل إلى الصف الثالث بكل بساطة. طيب من الأشياء الجميلة أيضا في الصف الثالث اللي احنا جالسين فيه الآن، طبعا موجود عندنا مساحات تخزين جانبية وأيضا مثبتات أكواب، 4 مثبتات أكواب في هذا المكان، هذه هي مثبتات تخزين. وفي شيء ايضا اللي هو مخرج 12 فولت موجود في الجانب الايمن تقدر انك تستفيد منه. طيب شوف المساحه الجميله كيف. انا ما اقول انه هذه تقدر انه مثلا شخص بالغ يجلس فيها، لانه المسافه تعتبر يعني مسافه اطفال للامانه، يعني نتكلم عن 10 سنين وتحت. لكن الشيء الجميل انك انت تقدر انك تختم عائلتك بشيء جميل واقتصادي ويريحهم ويريح ميزانيتك. ضمان السيارة 3 سنين أو 100,000 كيلومتر أيهما أسبق. ونتكلم أيضا ونقول السعر هي فئة واحدة، وسعرها فل كامل بالضريبة ب 80,700 ريال تقريبا إلى وقت هذا الفيديو. أما بالنسبة لخلفية الفيلوس فهي خلفية جميلة جدا وتعطيها شكل أنيق وجميل. أول حاجة هتكلم على الاسم فيلوس، علامة تويوتا، الإضاءات المتصلة LED، ولاحظوا عندنا إضاءة الضباب موجودة في الأسفل مع الحساسات، واحدة كاميرا في السيارة، مساحة تنظيف القزاز وإضاءة الفرامل، مرش المساحات والجناح، مع وجود زعنفة القرش اللي هي الهوائي أو الخاص بالراديو، مع وجود حاملات الأمتعة. ولو جينا نتكلم عن المساحة اللي موجودة في الخلف، طلوع الباب يدوي، لاحظوا مساحة كبيرة جدا إذا قفلنا المقاعد، أما لو رفعناها فهي مساحة تعتبر مقبولة نوعا ما. موجودة هنا، وعندنا أيضا فتحة السبير تاير، هذه تفتحها تقدر أنك تنزل كفر السبير لا سمح الله لأي طارئ، بس لازم تتبع عليها وترجعها. والعدة موجودة هنا أسفل، الرافعة يمين والعدة موجودة يسار. طيب أرجع وأعيد وأكرر أنه السعر 80,700 ريال تقريبا بالضريبة. ليش قاعد أعيد؟ لأنه هذه الميزة القوية تتميز فيها فيلوس بالإضافة إلى الاقتصادية، وكيل قوي مثل عبد اللطيف جميل. ضمان السيارة قلناه، كل حاجة عن السيارة قلناها. باختصار وتجربتي لهذه السيارة صراحة تعتبر سيارة من النوع الأول في الاقتصادية والسيارة عائلية. استودعكم الله، أخوكم زكريا خلاوي في أمان الله.